بتساعدك ان انت ايدك تبقى سريعه وفي نفس الوقت تقوي الجزء ده. يعني تعمل هناك 1 2 3 1 2 3 تمام. تاني مع بعضنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 كده لتقوية الجزء دوت، مرنوا عليها كتير، إن شاء الله تجيب نتيجة معانا.